اختتمت لجنة تحكيم جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لأفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين تقييم المشروعات المقدمة من الجمعيات والفرق التطوعية والأفراد والتي تنظمها جمعية الكلمة الطيبة للعام السادس على التوالي كأحد أفرع جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي. عبر المنصة الافتراضية زوم اختتمت لجنة التحكيم بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي اختيار المشاريع المرشحة للفوز بالجائزة، والتي تناولت في هذا الموسم فكرة المشاريع التطوعية التي تخدم المجتمع البحريني وتساهم في دعم الجهود الحكومية وتحقيق التنمية الشاملة في هذه الأوقات الخاصة. جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة في هذه السنة نظرا للظروف الراهنة فتم عمل مجموعة من الإجراءات المناسبة مع تفشي جائحة كورونا، فبدينا أول شيء طريقة التعامل مع المرشحين عن طريق برنامج زوم أو عن طريق خلينا نقول إحنا استخدام التكنولوجيا. في عمليات التقييم بدينا نركز على انعكاس الأعمال التطوعية على التعامل مع الظروف الحالية الخاصة بالجائحة. تجربة استثنائية هالمرة، العروض الإلكترونية يعني وتفاعلنا مع المشاركين عن طريق المنصة الإلكترونية. في البداية كنا نتوجه سمانة كيف راح تكون النسخة هذه السنة يعني من ناحية التفاعل والتواصل، بس والله الحمد الأمور طبيعية ماشية سلسة لحد الآن. في البداية كانت في صعوبات بسيطة تجاوزناها، ما شاء الله في طاقم كبير موجود مسخر لتسيير الأعمال هذه. احنا كأعضاء لجنة التحكيم أمانة قاعدين نتواصل ونتفاعل ونسمع منهم ويسمعون من كمشاركين، وبالتالي مهمتنا واضحة وسلسة في عملية التحكيم. تنوع في الطرح سلط الضوء على العديد من القضايا في المجتمع من خلال مشاريع أعدت خصيصا لمواجهة المعضلات التي يواجهها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا، ما منح هذه المشاريع البحرينية صفة التميز لتكون مصدر إلهام لا على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي. بشكل سنوي احنا نشوف ازدياد في المشاركات وازدياد وتنوع في الاعمال التطوعيه اللي يشاركون فيها الشباب. فهذه السنه بالرغم من الظروف اللي احنا مرينا فيها والعالم اجمع، لكن سمو الشيخ عيسى كان عنده رؤيه يعني حكيمه انه هو تستمر الجائزه، ولان في مجموعه كبيره من الشباب ومن الجمعيات بادروا في مساهمات وفي مشاريع ان تخدم البحرين وتخفف من صدى ازمه كورونا. هذه الجائزة منذ انطلاقتها الأولى وضعت مجموعة من المعايير التي رفعت مستوى الأعمال التطوعية من ناحية فكرة المشروع واستدامته وأثره الإيجابي في المجتمع في كافة المجالات، خصوصا وإن الأولوية في هذا الموسم للمشاريع التي صممت خصيصا للتخفيف من آثار وتبعات جائحة كورونا. في موسمها السادس تسعى هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة وقصص النجاح الملهمة للشباب البحريني الذي أطلق جملة من مشاريع متميزة كان لها أثر إيجابي في المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.